بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هناخد النهارده النيرفز بتاعت اللور ليم. النيرفز بتاعت اللور ليم هناخدها في تو سيشنز، سيشن 1 وسيشن 2. احنا في سيشن 1 النيرفز اوف لور ليم. بنقول باختصار اللور ليم قايم على تو بلكسسز. الابر كان قايم على بلكسس واحده كان اسمها بريكيال بلكسس. اللور قايم على تو بلكسسز اسمهم لامبر وساكرال بلكسسز. اللامبر بلكسس دي موجوده في الابدومين والساكرال بلكسس موجوده في البلكس. اللامبر بلكسس ان شورت بتدي تو برانشز، واحد اسمه فيمورال والتاني اسمه اوبتيوريتور. اما الساكرال بلكسس ان شورت بتدي نيرف اسمه سياتيك نيرف. يبقى في النهايه عندنا ثلاث نيرفات موجودين في الثاي، اثنين جايين من اللامبر بلكسسز، اثنين جايين من اللامبر بلكسس، وواحد جاي من الساكرال بلكسس. الاثنين جايين من اللامبر بلكسس اسمهم فيمورال نيرف اوبتيوريتور. الفيمورال سبلايز الفرونت بتاع الثاي، اوبتيوريتور سبلايز الميديال اسبكت بتاع الثاي، السياتيك نيرف سبلايز البوستير كومبارتمنت بتاع الثاي. يبقى انا عندي 3 نيرفز في الساي، واحد للانتير كومبارتمنت فيمورال نيرف، واحد للميجر كومبارتمنت اوبتيوريتور نيرف، وواحد للبوستير كومبارتمنت اسمه سياتيك نيرف. في الحقيقه السياتيك نيرف يعتبر هو النيرف الرئيسي بتاع اللور ليم، لان السياتيك نيرف ده بيرجع ينقسم لتو نيرفز ان شورت اسميهم تيبيال وكومن برونيال. تيبيال وكومن برونيال. التيبيال ده لانه طويل بقسمه لقطعتين، تيبيال نيرف ان بوبليتشر فوسا، تيبيال نيرف ان ذا ليج. لكن هو ان شورت هو نيرف واحد، لكن انا بقسمه فور سمبلستي تيبيال نيرف ان بوبليتشر فوسا وتيبيال نيرف ان ذا ليج. اما الكومن برونيال وده برضك موجود في البوبليتشر فوسا، رجع انقسم لبرانشين اسمهم سوبرفيشال وديب برونيال نيرفز. يبقى ان شورت في البوبليتشيال فوسا هلاقي فيه نيرفين، تيبيال نيرف ونيرف اسمه كومن برونيال. يبقى في البوبليتشيال فوسا نيرفين، تيبيال نيرف وكومن برونيال. في الليج هلاقي عندي 3 نيرفز، نيرف اسمه تيبيال نيرف وده موجود في البوستير كومبارتمنت، نيرف اسمه سوبرفيشال برونيال وده في اللاترال كومبارتمنت، نيرف اسمه ديب برونيال وده في الانتيرير كومبارتمنت. يبقى الثاي قايم على ثلاث نيرفات، فيمورال اوبتيوريتور سياتيك. في البوبليتشر فوسا عندنا نيرفين، تيبيال نيرف وكومن برونيال نيرف. اما في الليج عندنا ثلاث نيرفات، تيبيال نيرف وسوبرفيشال برونيال نيرف ودي برونيال نيرف. طبعا التيبيال نيرف اتكرر مرتين لان في قطعه موجوده في البوبليتشر فوسا وقطعه موجوده في الليج. طب احنا هندرس ازاي؟ انا هدرس الاول اللامبر بلكسس والبرانشز بتاعتها، هخلصها كويس، وبعدين ادخل في الساكرال بلكسس واخد السياتيك نيرف، وبعد كده اروح واخد التيبيال نيرف اشرحه من اوله لاخره، وبعدين اشرح الكومن برونيال نيرف وبرانشاته من اولها لغايه اخرها. يبقى ده الواي اوف اور ستادي of nerves of lower limb. يبقى عندنا اول حاجه عايز ادرسها بلكسس اسمها اللامبر بلكسس. حتى باين من اسمها السايب بتاعها موجوده في الابدومين، موجوده بوستيرير للعضله دي خدناها في الابدومين اسمها سواس ميجور. يبقى متكونه لونج البوستير بوردر اوف سواس ميجور. البلكسس دي معموله بال1 ال2 ال3 upper part of L4 زي ما اتعلمنا بالظبط في البريكيال بلكسس. كنا بنقول عندنا روت وعندنا حاجه اسمها ترانكس وديفيجنز وكورتس وبرانشز، بس في الحقيقه ان اي بلكسس بعد كده لما بنقولها ما بنقولش الخمس مراحل دول، يعني البلكسس دي هنقول روتس وبرانشز على طول بس. يبقى الروتس بتاعتي L1 L2 L3 upper part of L4. طب ايه البرانشز اللي طالعه من اللامبر بلكسس؟ تعالوا نحاول نحفظهم مع بعضينا. نيرف اسمه اليو هايبوجاستريك، اليو انجواينال، اليو
جاي من كلمة اليم يعني ال يعني هايبوجاستريك يعني منطقة الهايبوجاستريم اليو انجوينال يبقى احنا منطقة الانجوينال فاصلة بين اللور والثاي نيرف اسمه جينيتو فيمورال سمعنا عليه ونيرف تاني اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي لاترال كوتينيوس نيرف اوف ثاي وبعدين النيرفين الكبار المحترمين اللي رايحين في اللور واحد اسمه فيمورال والتاني اسمه اوبتيوريتور نيرف يبقى ما هي البرانشز بتاعت اللامبر بلكسس اليو هايبوغاستريك اليو انجوينال كلاهما من ال1 جينيتو فيمورال ال1 ال2 lateral cutaneous nerve of thigh L2 L3 نيرفين طالعين من L2 L3 L4 اللي بالاحمر واللي بالازرق اسمهم femoral وobturator nerves يبقى ايه branches طالعه من اللامبر بلكسس in short LU hypogastric LU inguinal genito femoral lateral cutaneous nerve of thigh وfemoral وobturator nerve يبقى دي النيرفات اللي طالعه من اللامبر بلكسس هنحاول نركز على النيرفين بتوعنا بتوع اللور اللي هو الفيمورال والobturator nerve الفيمورال نيرف ان شورت ده طلع من اللامبر بلكسس L2 L3 L4 الفيمورال والobturator هما الاثنين طالعين من ال2 ال3 ال4 الروت فاليوز بتاعي مشي بين العضلتين دول العضله الخضراء دي كان اسمها الياكس والعضله دي اللي هو البيبي بلو دي كان اسمها سوباس ميجور يبقى هو رانز بتوين الياكس اند سوباس ميجور وبعدين ات باسز ديب للانجوينال ليجمنت يعني بيعدي ديب للانجوينال ليجمنت ما دام عدى ديب للانجوينال ليجمنت دخل الفيمورال تراينجل ولما دخل الفيمورال تراينجل كان لاترال للفيمورال ارتري انما المعلومه المهمه جدا اللي بيهتموا بيها في الجراحات انه اوتسايد الشيث اللي اسمه فيمورال شيث مهمه قوي ان انتم تعرفوا ان الفيمورال نيرف اوتسايد الفيمورال شيث وبعدين بينقسم انتو سوبرفيشال اند ديب برانشز يبقى النيرف arises from L2 L3 L4 passes between iliacus and the psoas major بيعدي ديب للانجوينال ليجمنت يبقى كده بقى موجود في الثاي يبقى في حته في الكورس بتاعه موجود في البلفس وفي حته في الكورس بتاعه موجود في اللور لام لما وصل انقسم انتو سوبرفيشال وديب برانشز يا ترى الفيمورال نيرف ده ربنا خلقه لايه؟ ماسكلر ده سبلايز اربع عضلات واحد يقول احنا سمعنا عن عضلتين او ثلاثه لكن الرابعه دي طلعت فين؟ هنشوفها وهنعرف ان كل الحاجات سمعناها والحمد لله. نمرة واحد احنا عارفين ان هو سبلايز السارتوريوس وسبلايز الكوادريسبس فيمورس يبقى هو بيدي السارتوريوس وبيدي الكوادريسبس فيمورس. ثلاثة هو نازل بين الالياكس والسواس ميجور ما بيديش السواس ميجور هو بيدي الالياكس وبالمرة بيدي العضلة اللي موجودة جنب الالياكس. ايه العضلة اللي موجودة جنب الالياكس دي؟ اسمها بيكتينيس يبقى هو بيدي الالياكس لو انا جاي ببص من فوق كده علشان تتخيلوا دي السواس ميجور ودي الالياكس يبقى هو بيدي الالياكس وفي الميجر كومبارتمنت هو الميجر كومبارتمنت بتاع الاوبتيوريتور بس هو بيدي حته من الميجر كومبارتمنت بيدي العضله دي اسمها بيكتينيس دي اسمها بيكتينيس يبقى بيدي الياكس وبيكتينيس بيطلع للانتيرو كومبارتمنت يدي السارتوريوس والكوادريسبس فيموريس يبقى النيرف ده سبلايز فور ماسلز ايه الفور ماسلز اللي هم بيدي لهم بيدي الالياكس ما بيديش السواس ميجور يا ولاد السواس ميجور بتاخد من المنبع على طول بتاخد من اللامبر بلكسس مباشره وبيدي الميجر كومبارتمنت العضله دي اسمها بيكتينيس ولو ان البيكتينيس دي مايعه زي ما هنشوف ممكن تاخد من الفيمورال وده الغالب واحتمال تاخد من الاوبتيوريتور بقى. وبيدي السارتوريوس ويدي الكوادريسبس فيمورس يبقى ماسكلار بيدي فور ماسلز
يبقى الياكس بيكسينياس سارتورياس كوادريسيبس فيمورز. بيدي كوتينياس برانشز، كوتينياس يعني للجلد. بيدي السكن بتاع الميديال اسبكت بتاع الثاي والفرونت بتاع الثاي. نيرفين، واحد اسمه ميديال كوتينياس نيرف اوف ذا ثاي والتاني اسمه انترميديال كوتينياس نيرف اوف ذا ثاي. اللاترال لسه حالا قايل لكم كان جاي برانش مخصوص من اللامبر بلكسس. يبقى انا عندنا هنا ميديال وانترميديال كوتينياس نيرف اوف ثاي. الميديال والانترميديال كوتينياس نيرف اوف ثاي دول بيدوا الميديال والفرونت اوف ذا ثاي. بيدي نيرف غريب جدا. النيرف الغريب ده اسمه صافينس نيرف. صافينس نيرف سموه كده ليه؟ لانه ماشي مع فين مشهور اسمه جريت صافينس فين. الصافينس نيرف ده غريب ليه؟ لانه ما بيديش الثاي. انا كنت متوقع ان الفيمورال نيرف سبلايز الثاي بس، لكن انا لقيت ان في برانش منه بيدي الميديال اسبكت بتاعت الليج والميديال اسبكت بتاع الفوت. دي حاجه غريبه قوي قوي قوي، اسمه صافي نسنار. نيرف غريب قوي 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 اسمه صافي نسنار. يبقى دلوقتي البرانشز اللي بيديها الفيمورال نيرف بيدي اربع عضلات وثلاثه كوتينيوس برانشز. يوم اربعه ثلاثه اربع عضلات. ايه الاربع عضلات؟ عضله اسمها الياكس وعضله اسمها بيكتينياس وعضله اسمها سارتورياس وعضله اسمها كوادريسبس فيمورس ماس. يعني بيدي العضلات بتاع الفرونت اوف ذا ثاي. يعني ان شورت البيكتينياس دي تبع الميجر كومبارتمنت بيدي لها، وبيدي الياكس دي بيديها يمكن في الابدومين، يعني حتى ما بيوصلش لغايه اللوبر لاب. يبقى عندنا هنا اربع عضلات، الثلاثه كوتينياس برانشز اسمهم ميديال كوتينياس نيرف اوف ذا ثاي وانترميديات كوتينياس نيرف اوف ذا ثاي. واضح من اساميهم انهم بيدوا الثاي. وبيدي نيرف غريب اسمه صافينس نيرف، سموه كده ليه؟ لانه ماشي يا زينب مع الجريد صافينس بين. الصافينس نيرف يا شباب بيدي الليج. نيرف غريب فعلا، بيدي الميديال اسبكت بتاعت الليك، بيدي السكن بتاع الميديال اسبكت بتاع الفوت، ده اسمه صافينس نير بس نوت سبلاينج البكتور. ده الفيمورال نير. لو حصل انجري للفيمورال نير وده هيتصاب ازاي؟ وعلى فكره السايد بتاعه ديب، يعني الانجري بتاع الفيمورال نيرف ده انكومن. عايز يبقى ستاب ووند ولا حاجه، واحد ضرب واحد بخنجر كويس، طلقت رصاصه، طعنت سكينه، يعني حاجه يعني لكن مش سهل ان الفيمورال نيرف يحصل له انجري. لو حصل انجري هيحصل باراليسز لاربع عضلات، الكوادريس فيمورس والثلاث عضلات الباقيين اللي هو السارتورياس والبكتينياس والالياكس. مش هحس صراحه بالانجري بتاع السارتورياس والبكتينياس والالياكس، لكن هحس بالانجري بتاع الكوادريسبس فيمورس. ليه؟ لان هي الاونلي اكستنسور اوف ني، دي العضله الوحيده اللي بتعمل اكستنشن للني. العيان هيفقد الابيليتي تو اكستند ني، دي مصيبه. وهيبقى في ويستنج اوف ذا ماسل، العضلات هتبتدي تخس. الفليكشن بتاع الهيب هيبقى ويك لكن لا زال موجود. ليه؟ لان انا عندي السوس ميجور شغاله. يبقى ان شورت يبقى انا هحس بالانجر بتاع الفيمورال نيرف لو حصل، عشان حسب باراليسيز الكوادريسبس فيمورس. يعني ايه انجل الكوادريسبس فيمورس؟ يعني انا فقدت الاكستنشن اوف ذا ني، هي العضله الوحيده اللي بتعمل اكستنشن للني. يبقى عندنا بفقد ان ابيليتي تو اكستند ني. هيحصل ويستنج للمصل، هتحس ان رجل الواحد ابتدت تخس. الفليكشن اوف هيب هيبقى ويك لكن السوس ميجور لسه شغاله. طب السنسيشن، هفقد السنسيشن في المنطقه اللي لونها بالازرق دي. الفرونت والميجر كومبارتمنت بتاع الثاي والميديال اسبكت بتاعت الليج والميديال اسبكت بتاع الفوت. فبفقد السنسيشن. يعني لو واحد عض واحد او واحده بتهزر مع اختها فشكتها كويس بسكينه ولا بدبوس ولا باي حاجه كويس مش هتقول اي ولا حاجه. يبقى عندنا هنا يبقى ده الانجري بتاع الفيمورال نيرف. تاني نيرف موجود
تبع اللامبر بلكسس اسمه اوبتيوريتور نيرف. احنا قلنا ان احنا عندنا تو نيرفز طالعين من اللامبر بلكسس تبع اللور، واحد اسمه فيمورال والثاني اسمه اوبتيوريتور، وكلاهما بوث اوف ذيم الروت فاليو ار ال2 ال3 ال4. Root values of femoral and obturator nerves are the same. Root values زي ما قلت لكم بتفرق معايا كتير قوي. ايوه عايز تسال عن ايه؟ واضح باي ميستيك يعني؟ Root value بتاع الفيمورال والobturator nerve are the same ال2 ال3 ال4. بس واحد موجود lateral source measure والتاني موجود medial source measure بعاد عن بعضهم، يبقى الروت فاليو ال2 ال3 ال4. طب الاوبتيوريتور نيرف ده بيعمل ايه؟ ده رايح للميجر كومبارتمنت. بيعمل ايه في الميجر كومبارتمنت؟ بيدي البكتينياس وده حاطط جنبيها كده كوتشن مارك او اكسكلاميشن مارك. يعني ايه؟ يعني البكتينياس دي عضله ميعه محدش عارف هي فعلا سبلايد بالفيمورال، ده الغالب، بس احتمال ضعيف بالاوبتيوريتور نيرف. لكن بقى اللي اكيد 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 سبلاي الادكتور لونجس وسبلايز الادكتور بريفيس وسبلاي الماسل اللي لونها اورنج دي اسمها بيوبيك بارت اوف ادكتور ماجنس وسبلايز الجراثيم. يعني ان شورت ان شورت ان شورت النيرف ده سبلايز all muscles of major compartment الادكتور جروب، ما عدا حته قدامه وحته ورا. ايه الحته قدامه والحته ورا؟ حته قدام اللي هي بكتينياس، بكتينياس دي مشكوك فيها. معظم الناس يقولوا من الفيمورال وبعض الناس يقولوا من الاوبتيوريتور، الاحتمالين موجودين. اما العضله الثانيه اللي هو ما بيغذاهاش اللي لونها اخضر اللي اسمها الاسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس دي تبع السياتيك نيرف. يبقى الماسكولار برانشز اللي موجود عندنا يبقى سبلايز الماسلز بتاعت الميجر كومبارتمنت اكسبت حته قدام وحته ورا. الحته اللي قدام بكتينياس، الحته اللي ورا اسكال بارت اوف ادكتور ماجنس. طب البكتينياس يا دكتور؟ والله البكتينياس دي فعلا الناس بيقعدوا يتكلموا عليها، معظمهم يقولوا فيمورال والاقليه يقولوا اوبتيوريتور نيرف. انما بيدي عضله عايزكم تعرفوها لان ده بيبقى سؤال ام سي كيو اسمها اوبتيوريتور اكسترنس، العضله اللي لونها اخضر دي اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. العضله دي اصلا كلاسيفايد از واحده من السكس لاترال روتيتورز. وانا يعني هجيب لك سؤال يحيرك، يعني واحد بسيم يقول لي طب احنا هنقول ايه يعني في البكتينياس؟ يعني اكيد مش هجيب السؤال يعني علشان الخبطك يعني. كويس، قول يا اخي زي ما انا بقول بالظبط يعني. عايز تقول بكتينياس اكتبها يعني. sometimes supplied بالفيمورال نيرف sometimes supplied بالاوبتيوريتور نيرف. ايه اللي يعني غريب في الكلام يعني؟ يبقى عندنا هنا بيسبلايز ماسل بقى غريبه خالص اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. ليه دي؟ طب ودي غريبه ليه؟ لان دي كلاسيفايد از واحده من السكس لاترال روتيتورز، العضلات اللي موجوده ورا اللي اسمهم سكس لاترال روتيتورز. ودايما بيجي سؤال فيها في الحته دي ام اس كيو يقول لك ذا اونلي ماسل اوف سكس لاترال روتيتورز ذات از سبلايد ثرو لامبر بلكسس از، يبقى اوبتيوريتور اكسترنس. الاوبتيوريتور اكسترنس دي دايما الاونلي وان اوف ذا سكس لاترال روتيتورز. يوسف اهو مصحصح معانا، البنات كلهم نايمين انا عارف. يبقى 6 lateral rotators كلهم supplied من السكرال بلكسس، العضله الوحيده اللي supplied من lumbar plexus يبقى هي الاوبتيوريتور اكسترنس. ايه ده ريم غزال؟ كويس صحيه ثانكس تو جاد. وطفطوفه كمان طفطفت. بينما يبقى ده سؤال مهم يعني، سؤال كومن بيجي وانا عارف هتغلطوا فيه برضه في النهايه. واحد يقول لك ايه ما ذكرناهوش، مش موجود في النقط. يبقى عندنا هنا يبقى الاوبتيوريتور اكسترنس يبقى دي سبلايد بالاوبتيوريتور نيرف يعني سبلايد باللامبر بلكس. بيدي كوتينيوس، بيدي الميديال اسبكت بتاع الثاي، يعني بيساعد الفيمورال نيرف في سبلاينج السكن بتاعت الميديال اسبكت بتاع الثاي. ان شورت ان شورت ان شورت
اللامبر بلكسس بتدي نيرفين، واحد اسمه فيمورال واحد اسمه اوبتيوريتور نيرف. از كوتينيوس الفيمورال بيدي الفرونت والميديال اسبكت بتاع الثاي، وبيدي الميديال اسبكت بتاعت الليج والفوت عن طريق نيرف اسمه سافينس، بينما بقيه الميديال اسبكت بتاع الثاي بالاوبتيوريتور اللي انتم شايفينه باللون الاخضر ده، الكوتينيوس سبلاي بتاع الفيمورال. ثلاث نيرفات اسمهم ميديال وانترميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي وسافينس نيرف، بينما اللي شايفينه باللون الاصفر ده الكوتينيوس سبلاي بتاع الاوبتيوريتور نيرف. الماسلز الفيمورال نيرف بيدي اربع عضلات، بيدي الكوادريسبس فيمورس والسارتوريس، البكتينيس العضله الحائره، شوف حتى البكتينيس حاطين عضله حائره يعني من هنا او هنا، والياكس. بينما الاوبتيوريتور نيرف ان شورت بيدي كل الميديال اسبكت بتاع الثاي اكسبت حته قدام البكتينيس العضله الحائره والاسكال بارت بتاع الدكتور ماجنس، بس يهمنا ان هو سبلايز ماسل اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. يبقى ده ان شورت السمري بتاع اللامبر بلكسس، والنيرفين بتوع اللامبر بلكسس اللي هم سبلاينج اللي هو الثاي الفيمورال والاوبتيوريتور نعم. يبقى عندنا هنا يبقى ده اول بلكسس موجوده اسمها اللامبر بلكسس، والنيرفين اسمه اوبتيوريتور وفيمورال نعم. هي الحكمه دي حكمه جميله فعلا، لو انتوا تعملتوها هتلاقي حقيقي يعني كويس، يعني التغيير دايما بيبتدي من الداخل، والله عز وجل قال الكلام ده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فالتغيير دايما بيبتدي من الداخل. ناس دايما كتير يقول لك اصل لازم يعملوا لنا ولازم يعملوا لنا، وانت عملت ايه اصلا يعني؟ عشان مش لازم يعملوا لنا ولازم يعملوا لنا. عندنا بعد كده نرجع اللي هو الماب بتاعتنا، كان عندنا تو بلكسسز لامبر وساكرال. اللامبر ادتني لنا فيمورال والاوبتيوريتور، فاحنا خلصنا السيكتور ده، خلصنا اللامبر بلكسس والفيمورال والاوبتيوريتور. تعالوا ندخل في السيكتور ده اللي هو الساكرال بلكسس والنيرف اللي اسمه سياتيك نيرف، ويبقى البارت 2 هنتكلم على التيبيال والكومن برونيال. تعالوا ندخل على البلكسس اسمها الساكرال بلكسس. ساكرال بلكسس واضح من اسمها كده، ساكرال يعني معمول على الساكرال، هي صراحه معموله ان فرونت اوف بايريفورمس، دي رسمه للساكرام والكوكسكس الهيبونز. الماسلز اللي لونها بيبي بلو دي اسمها بايريفورمس، دي بدايتها، نهايتها هتبقى في اللور ليم، وهي موجوده في البلفس كده، العضله دي اللي اسمها بايريفورمس تتكون عليها بلكسس اسمها ساكرال بلكسس، معموله ب L4 L5 S1 S2 S3 upper part of S4. اللامبر بلكسس كان معموله ب L1 L2 L3 upper part of L4، L4 ده مشترك ما بين اللامبر والساكرال بلكسس. يبقى الساكرال بلكسس معموله ب L4 L5 S1 S2 S3 upper part of S4، L4 اشترك في التو بلكسسز مع بعضهم. يبقى L4 L5 S1 S2 S3 upper part of S4. البلكسس اتكونت على البايريفورمس وانقسمت into two divisions. فاكرين لما احنا كنا نقول البريكر بلكسس بتمر بخمس مراحل، كان في مراحل كان اسمها ديفيجنز. هنا البلكسس اللي احنا بنقول عليها ساكرال بلكسس اتكونت روتس من ترانك، بسرعه انقسمت انتو تو ديفيجنز انتيرير وبوستيرير ديفيجن. الساكرال بلكسس صراحه اهي دي لقطه دي اهي L4 L5 S1 S2 S3 upper part of S4 اتعملت البلكسس، والبلكسس دي زي ما انتم شايفين كده انقسمت انتو تو ديفيجن، وعشان كده عاملها بلونين مختلفين خالص، ديفيجن خلفيه اسمها بوستيرير ديفيجن، وديفيجن اماميه اللي هي البينك اسمها انتيرير برانشز. فهي البلكسس صراحه فور سمبلستي يقولوا ايه البرانشز اللي بتطلع من البلكسس بيفور اتس ديفيجن، البرانشز اللي بتطلع من الانتيريور ديفيجن، البرانشز اللي بتطلع من البوستيرير ديفيجن. الحقيقه 12 برانش، كتير قوي 12 برانشز، هنحاول نقسمهم علشان نحاول نحفظهم.
بصراحة بتوع الكلينيكال وبالذات اللي فيكم هيشتغلوا اورثوبيدكس، الكلام مهم جدا جدا جدا. يبقى ايه هما ال 12 برانشز اللي طالعين من الساكرال بلكسس؟ قبل ما تنقسم بيطلع 6 برانشز، ومن الانتيرير ديفيجن بيدي 3 برانشز، ومن البوستيرير ديفيجن بيدي 3 برانشز، يبقى كده بقى 12 برانش. البرانشز اللي طالعه قبل ما البلكسس تنقسم بيسموهم 6 بيز. ايه 6 بيز دي؟ يعني 6 برانشات كلهم شايلين بي 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 بي، عامله زي الصواريخ كده، بي 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 6 بيز، او كلهم ستارتنج with بي. ال 6 بيز دول عشان نقسمهم فور سمبلستي هقسمهم 2 2 2 ثلاث اتنينات، 2 2 2 تو برانشز هيفضلوا في البيدس، وتو برانشز هيروحوا للور لم، وتو برانشز هيروحوا للبرينيم. يبقى 2 2 2 كلهم مش في كل الاهميه، يعني كلهم مش باهميه واحده، لكن يعني نحاول نحفظ ايه الكلام بتاعهم. البرانشين اللي هيفضلوا في البلفس، واحد هيدي البايريفورمس اللي هي العضله الخضراء دي، طب ده كويس. التاني اسمه بلفيك سبلانكينيك نيرف، النيرف ده مهم لان ده بارا سمباثيتك. بتوع الفيزيولوجي لما جم حفظوكم البارا سمباثيتك، مش خدتوا البارا سمباثيتك في الفيزيولوجي ولا لسه ما خدتوهاش؟ فكانوا يحفظوكم البارا سمباثيتك خدتوها، كان يقول لك 1973، يعني 1973 دي حرب قامت ما بين مصر واسرائيل، يبقى الكرينيال نيرفز رقم 3 و7 و9 و10، 1973. بيقول لك اس 2 و3 و4، ايه اس 2 و3 و4؟ اللي هو النيرف ده اسمه بلفيك سبلانكينيك نيرف، ده باراسمباثيك، اس 2 3 4. يبقى باختصار في البلفس عندي تو نيرفز، واحد نيرف تو بايري فورمس، والتاني بلفيك سبلانكينيك نيرف بارا سمباثيك. شايفين البيهات ورا بعضيها ازاي؟ يبقى واحد اسمه نيرف تو بايري فورمس، والتاني اسمه بلفيك سبلانكينيك نيرف. توب نيرفز رايحين للور، الاثنين بادئين بحرف البي، واحد اسمه بيرفوريتنج، يعني بيخترق الليجمنت ده، بيرفوريتنج، والتاني اسمه posterior cutaneous nerve of thigh، يعني رايح للثاي، بيدي الجلد بتاع الثاي، النيرف ده اسمه posterior cutaneous nerve of thigh، النيرف ده. يبقى two nerves للور، بي بي perforating posterior cutaneous branch. يبقى النيرفين الاولين كانوا موجودين في البلدس، نيرف للبايريفورمس و pelvic splanchnic nerve، ونيرفين رايحين للور، بي بي perforating، يعني ايه perforating؟ يخترق، بيخترق ايه؟ بيعمل perforation ليه؟ ليجامنت، وبصيركو تاني سنة ما بينفع. ونيرفين موجودين في البرينيوم، نيرف اسمه برينيال برانش اوف اس 4، مش هنسمع عنه كتير صراحه فمش مهم، لكن النيرف الثاني مهم في البرينيوم اسمه بيودندال نيرف. ايه البرينيوم دي؟ برينيوم اللي هي المنطقه اللي موجوده بيلو اللي هو الليفيتور ايناي، مش احنا خدناها في الفاونديشن ايه لما كنا بناخد، خدنا منطقه البرينيوم ولا ما خدناهاش؟ مش عارف احنا خدناها ولا لا، خدناها مش كده؟ يبقى عندنا هنا يبقى النيرف، وهناخدها يا شقوش ما تقلقيش يعني كويس، السنه الجايه ان شاء الله مع الفيميل جنتال سيستم، وهتاخدها في سنه خمسه مع جيني اوبي. منطقه البرينيوم هي المنطقه اللي هي كويس بتبقى موجوده تحت الفيتريناي، فالنيرف مهم قوي اسمه بيودندال نيرف. يبقى بي بي، يبقى عندنا 6 بيز. 3 انتيريور برانشز او برانش طالعه من الانتير ديفيجن، نيرف رايح للكوادريتاس فيمورس، ونيرف رايح للاوبتيريتور انترنس، سمعنا عليهم طبعا، نيرف رايح للكوادريتاس فيمورس، نيرف رايح للاوبتيريتور انترنس،
اللي رايح للاوبتيريتور انترنس بيدي الجيميلاس سوبيرير، واللي رايح للكوادريتاس هيومرس بيدي الجيميلاس انفيرور. العضلات دي كلها خدناها اسمهم 6 لاترال روتيتورز. بينما البوستيريور ديفيجن بيطلع منها نيرفين وخدناهم اسمهم سوبيريور وانفيرور جلوتيال نيرفز. السوبيريور جلوتيال نيرف اللي بيدي جلوتيس ميديس ومينيماس وتنسور فاشيالاتي، والانفيرور جلوتيال نيرف اللي بيدي الجلوتيس ماكسيمس. فسمعنا طبعا على النيرفات دي، هذه المسلز بتاعت الجلوتيال ريجن. يبقى الانتيريور ديفيجن نيرف رايح للكوادريتاس فيمورس ونيرف رايح للاوبتيريتور انترنس. البوستيريور ديفيجن السوبيريور والانفيرور جلوتيال نيرف. لكن الكلمه اللي هقولها دي اهم بقى كلمه في كل الهبلوله دي. بيطلع نيرف اسمه سياتيك نيرف، بس السياتيك نيرف طالع بتو كومبوننت. كومبوننت طالعه من الانتيريور ديفيجن وكومبوننت طالعه من البوستيريور ديفيجن. الكومبوننت اللي طالعه من الانتيريور ديفيجن اسمها تيبيال، والكومبوننت اللي طالعه من البوستيريور ديفيجن اسمه كومن برونيال. احنا عايزين نقول كل الكلام ده عشان نطلع بالمعلومة دي، هي أهم معلومة بالنسبة لي، إن سياتيك نيرف عبارة عن تو كومبوننت، تيبيال وكومن برونيال نيرف. يبقى المعلومة بقى اللي إحنا عايزين نطلع منها من كل الوش ده، السياتيك نيرف ده النيرف الأساسي بتاع اللور ليمب. ما هو الأوريجن بتاع السياتيك نيرف؟ تو كومبوننت، تو بارتس اسمهم تيبيال وكومن برونيال. شايفين؟ جزئين. Sometimes بيطلعوا سيبرت، يعني في بعض الاحيان على فكره بيطلعوا سيبرت، مفيش حاجه بيبقى اسمه سياتيك نيرف، بس الفيري كومن بيجمعهم شيث واحد. عارفين يعني ايه واحد لما يجي واحد يتجوز واحده؟ يعني ايه واحد يتجوز واحده؟ يعني تجمعهما امال مشتركه والام مشتركه واحلام مشتركه وموجودين في بيت واحد مع بعضيهم، ده اسمه زواج. يبقى السياتيك نيرف مكون من التيبيال والكومن برونيال. الا ان الاثنين اللي اتجوزوا بعضيهم دول لو اتجوزوا بعضيهم يعني ما بيختلطوش مع بعضيهم، ما بيندمجوش مع بعضيهم جوه البيت. بيفضل منى واحمد بردك رغم ان هم متجوزين وبتجمعهم امال مشتركه والام مشتركه واحلام مشتركه، بيفضل بردك منى واحمد موجودين. بالظبط كده، كويس يا جهاد يا جيجي. يبقى عندنا هنا، يبقى السياتيك نيرف صحيح مكون من تيبيال والكومن برونيال وجمعهم شيث واحد، انما ما اختلطوش مع بعضهم، فضلوا بردك منفصلين عن بعضهم. والبوينت اوف ديفورس كامينج، ما تقلقوش اللي هيتجوز هيطلق، ما اقصدش حاجه يعني. يبقى عندنا هنا، يبقى اللحظه السعيده دي هتحصل يوم من الايام، الحريه كل واحده يكتسبها ويحصل الديفورس. كويس ان شاء الله. يبقى عندنا هنا، كويس واضح ان انا عندي فكره عن الجواز مش كويس. نرجع لكلامنا، كويس الحمد لله. المهم مراتي ما بتسمعش الكلام ده، محدش ياخد نمرتها ويقول لها حاجه. نرجع لكلامنا، يبقى السياتيك نيرف ده مكون من تيبيال وكومن برونيال بارت، بيبتدي يعدي عن طريق الجريتر سياتيك فورمين تحت البايريفورمس. يبقى هو اللقطه الاولانيه بتاعته ما هو بيظهر في اللور، بيعدي عن طريق الجريتر سياتيك فورمين تحت البايريفورمس. بيمشي فين؟ بيمشي في الجلوتيا ريجون وبيمشي في الباك اوف ثاي. يبقى هو مشي في منطقتين، الجلوتيا ريجون ومشي في الباك اوف ثاي. وللاسف بوينت اوف ديفورس is coming sooner or later. يبقى الديفورس حصل في الميدل اوف باك اوف ثاي، كل واحد راح لحال سبيله، التيبيال راح لحال سبيله والكومن برونيال راح لحال سبيله. يبقى الانس بتاعتي باي ديفايدنج انتو تو كومبوننتس بتوعه التيبيال والكومن برونيال. لو انا عايز اقول كلمه مختصره عن السياتيك نيرف قبل ما اقول كلام مطول عن السياتيك نيرف، هو بيدي ايه؟ هو سبلايز فور موسلز بس. يعني السياتيك نيرف كنيرف ما بيديش غير الاربع عضلات دول. الهامسترينجز، ايه الهامسترينجز دول؟ اللي هم البايسبس والسيمي تندروزس والسيمي امبرنوزس، بالاضافه للاسكيال بارت اوف الدكتور ماجنس. يعني لو انا فير
هل بيديو كوتينيوس؟ ما بيديش. بيدي كام عضله؟ فور ماسلز. ايه هما الفور ماسلز؟ بايسبس فيمورس، سيمي تندروزس، سيمي ممبرنوزس، اسكيال بارت اوف الدكتور مان. دول المختصر المفيد. زي ما مثلا نقول المختصر المفيد بالنسبه لريم ايه؟ غزال. خلاص يبقى احنا خلصنا الموضوع. المختصر بالنسبه ليوسف؟ يوسف ايوه الصديق، صديق بس. يبقى عندنا ده المختصر المفيد بتاع الموضوع. انما لو انا بقى عايز افكر بحق ربنا، يعني لو انا عايز اتكلم بحق ربنا الساتيك نيرف، ما اقعدش بالطريقه دي خالص. ليه؟ لان الساتيك نيرف ده صحيح ان بيدي الهامسترنج والاسكيال بارت اوف الادكتور ماجنس، انا بعترف. انما اندايركتلي هو بيدي كل المسلز بتاعت الليج والفوت. اندايركتلي بيدي المسلز بتاعت الليج والفوت. لان انقسم لكومن برونيال. طب ما الكومن برونيال ده هينقسم للسوبرفيشال والديب برونيال. والسوبرفيشال والديب برونيال يعني المسلز بتاعت الفرونت واللاترال كومبارتمنت بتاع الليج. وادى التيبيال، ما هو التيبيال ده بيدي المسلز بتاعت الباك اوف ليج والمسلز بتاعت الفوت. يبقى هو اندايركتلي، اندايركتلي بيدي المسلز بتاعت الليج والفوت. هو حقيقة ما بيديش غير أربع عضلات اللي فوق، لكن عن طريق برانشيتو بيدي كل المسلز بتاعت الليج وكل المسلز بتاعت الفوت. الكومن برونيال ببرانشيتو الاثنين بيدي الفرونت واللاترال اسبكت بتاعت الليج. التيبيال بيدي المسل بتاعت الباك اوف ذا ليج والمسل بتاعت الفوت. فهو اندايركتلي بيدي المسلز بتاعت الليج والفوت. كوتينيوس هو حقيقي ما بيديش كوتينيوس برانشز، حقيقي فعلا انا اعترف بكده. الا انه عن طريق البرانشات بتاعته بيدي السكين بتاع اللي هو الليج والفوت، ما عدا منطقتين، واحده خدها السافينس الميديال اسبكت بتاعت ايه الليج، وحته كده صغيره من الباك اوف ليج خدها البوستير كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. فيما عدا المنطقتين دول هو الكوتينيوس بتاعته اندايركتلي بيدي كوتينيوس كوتينيوس اسبكت بتاعت الليج والفوت. طب وانت قاعد بتقول دايركتلي واندايركتلي ايه هي فرق بالنسبه لي؟ لا ما هي فرق بالنسبه لي علشان في انجري اوف سياتيك نيرف. الانجري بتاع السياتيك نيرف ده ممكن يحصل ازاي؟ الطريقه الفجه اللي هقولها كده، يعني الطريقه اللي انا بقولها دي مش كومن بس لازم نعرفها. رونج انترا ماسكولار انجكشن. يعني الطبيعي ان الواحد لما بيدي الانجكشن بيديه في الجلوتير ريجون في الابر اند اوتر كوادرنت، زي ما الواحد حاطط كده، يعني حط ايديكم صوابع ايدكم كده على الجلوتير ريجن وفردوا ما بينهم وادوا ما بين الاندكس والميدل فينجر، او قسموا الجلوتير ريجن لاربع ارباع وخدوا الربع الفوقاني والبراني. ده اسمه انتر ماسكولار انجكشن. لو انت خدت الربع التحتاني والجواني يبقى انت هتنشنت على السياتيك نيرف، ادي السياتيك نيرف اهو. فلو انت خدت اللي هو الربع التحتاني والجواني اللي هو اللور اند انر كوادرنت يبقى انت نشنت على السياتيك نيرف، تعمل باراليسيس للنيرف. اه ما انا عارف طبعا انتوا اكيد خدتوا الكلام ده، يعني اكيد ما علمكمش ازاي تاخدوا انترا ماسكولار انجكشن. يعني السبب الثاني ان يحصل انجري للسياتيك نيرف يحصل بوستيرير ديسلوكيشن للهيب جوينت، يعني زي حادثه عربيه، تلاقي عربيه قدامك وقفت مره واحده، رحت انت داخل في العربيه اللي هي كويس اللي قدامك، فيحصل خلع في اللي هو الشول هيب ديسلوكيشن، الفيمر الهيب بتاعتها تتحرك لورا قطع لي السياتيك نيرف. يبقى دي اسباب الانجري بتاعت السياتيك نيرف. طب لو حصل انجري للسياتيك نيرف يحصل ايه؟ علشان كده خدتها دايركت واندايركت برانشز يا اولاد. خدتها دايركت واندايركت برانشز ليه؟ لان هيحصل باراليسز للهامسترنج والاسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس، ودول اربع عضلات. المسل بتاعت الليج 13 عضله. المسل بتاع الفوت 18 عضله، وعضله موجوده على الدورسم اوف ذا فوت. انتوا متخيلين لو حصل انجر ساتيك نيرف ايه الكارثه اللي هتحصل؟ إيه اللور لمب هيبقى في الباي باي. يعني كل المسلز بتاعت الليج وكل المسلز بتاعت الفوت كله هيروح 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 هيروح، لان هو فعلا بيدي الكلام ده بس اندايركت. فانا لو قطعت راس واحد يبقى قطعت كل حاجه، هيموت. يعني قطع راس الافعى تساوي موت الافعى نفسها. طب السنسيشن، كل السنسيشن بتاعت الليج والفوت هتروح ما عدا منطقتين. المنطقه اللي بيديها السافينس نيرف اللي هي الميديال اسبكت بتاعت الليج والفوت، والابر بارت بتاع الباك اوف ذا ليج ده بيديها نيرف اسمه بوستير كوتينيوس نيرف. نتيجه ان الفوت ما بقاش ليها خالص نيرف سبلاي، كل الماسلز بتاعت الليج راحت، فالفوت بقت تقيله
فبيحصل ديفورمتي اسمها فوت دروب. الانجري بتاع السايتك نير بيساوي فوت دروب. ايه فوت دروب؟ يعني الواحد الفوت مش قادر يحمل عليها، لان كل المسلز بتاعت الليج والمسلز بتاعت الفوت حصل لهم باراليسيس، يبقى الديفورمتي اسمها فوت دروب. الكلمه الاخرانيه اللي عايز اقولها قبل ما ناخد البريك، ان في انجري للسياتيك نيرف بس مش بطريقه فجه قوي كده، يعني مش لازم يحصل رونج انترموسكولار انجكشن ولا بوستير ديسلوكيشن حاسه عربيه. الانجري ده المره دي بنشوفه فيري كومن، اسمها سياتيكا اللي بيعرفوها باسم عرق الناس. ده بيحصل ديسك برولابس، فبيعمل كومبريشن على الروتس اللي بتدي سياتيك نيرف، فالعيان بيبقى جاي لي باوفر شوت بين، يعني الم فظيع على الباك بتاع الثاي، الباك بتاعت الليج، الباك بتاعت الفوت. دايما لو جالك واحد عنده الم بيسمع على الباك بتاع الليج والفوت، ما دام بيلوني يبقى اتاكد ان هو سياتيكا. بيلوني. طب والاباف ده الالم كان موجود ليه؟ علشان نيرف اسمه السيركوتينيس نيرف اوف ذا ثاي. يبقى باختصار، يبقى لو واحد جالك، لو واحد جاي قال لك يا دكتور انا عندي وجع، الم، تسميع بين، وقال لك اباف ني ما تبقى السياتيكا، دي قاعده. لازم الالم يبقى موجود بيلو ني وموجود على الباك، يبقى دي موضوع اسمها السياتيكا، عملت كومبريشن على الروتس بتاعت السياتيك نيرف. هنا هنقف الوقفه بتاعتنا الاولى و